أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى عشر كشري ميلير أن ربنا برارتي إن شاء الله كتغي إن شاء الله ديب أنا ونقع هل دقيقة حديثك رقم كيسية هاي بقول طبعاً يا الله نسخة النجر هذا هي السنة كتاب وخلد بديه أصلاً طبعات كأوليه كتاب الشمائل كعموماً يعني نسخة خلد كمراً متجرت على الإطلاق لم سهلة حتى ميدا يطابع دار منهاج وقرن يوم دارها أوفى عني وأخطاب عينيه أخطاب إلى ذلك مركا أخطاب مركا النسخة والشلين برار وشلين بأشفتها حديث رقم كيسوية اللبية طبعا مركا نشال مليني حديث وحاورين أي أبي أسيد ساسا إنك نوقف عن أبي أسيد ويتشيرا علماء السدى سدى قضبته لكن سدى الصح ذي حوق بذن وأبي أسيد صحابي وحالي لذا أبي أسيد ابن ثابت الأنصاري ويعيسى عيسى ولا سخرة فلكن علماء قالوا حدين ما عيسى عبد الله بعلنا المهم كن يدوم أسيد أبي أسيد ولا تصغيريه مزدا لقدو سين كان لكرديه بسواء إنهم زدا لكرديه سين كان لوصله أبي أسيد تنظم بها صوابا حديث كان مركين مريني كذلك باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق سسينوقع شلين وانبر ارشيي سيدة اللفت هذا اللغو ذكر وجب إن لهذا اللغة وإن لي لهذا وفعل وحلقي العين ضارع إذا مركا وحكو إمن يلعق لكن حاكفي عن إن لوك إن لقدر يوم من باب فعل ولعق صص كفي عن وحكو لو إنه يخل ضي عاد سلنا برجية يقرش سن الله كيوم كتير من بوسيني وفي طريقة وفي طريق ثالثة فريدا عليه دباء فيه دباء ساسلوني هل حركوا صار أما هل ضمه والصواب إلا التنوين يوه دباء ومنصرف سيد حوض بضل واترا علماء قالوا حشي قال لكن سيد الصحراء لفظ الدباء أما كلمة الدباء ويلو قتشيدو يقينك أما بعرك اللوية قانو بعرك تيتو وإنو يهي منصرف إنو يهي وعاي حال مرة نشارك مركة حديثك مغيرة قالوا وحولي مركة مغيرة ضفت وان مرتي مع رسول الله ورسول كان لتركيس صلى الله عليه وسلم ذات ليلة هبينها بين ذاك مدأ فأتي وان مرتي وحكوضا ما النبي أمرتي يسون اللمرتي ما النبي إنه مغيرة جري النبي مرتيين معه صص معه وتقار سأو فهمي لكن حاول النبي قال لا تركي سان مرتيين أو أنا يستجب ما يلبن مرتك النقل فأتي ديت النبي وحلاك يعني بجنب سرر مشوي قل صلي ثم أخذ ديت النبي وحقتي الشفرة من ديدا فجعل ديتنا النبي وحو قدقلي يحز إن أهلب كي ترتر يوغوغين يو فحز واقو يي النبي قل لي أنيقا منه هلب كي حقي سوحي إيقو يدي بها أي بالشفرة من ديدي بنا إيقو يدي قال وحو لمركة مغيرة فجاء وحا يمد بلال بلال با يمد يؤذنه إساقو النبي أغيسين يبي الصلاة صلاة حل قيدي أو الرسول كالله والله قريب
فألقى ديتنا واتوري النبي الشفرة من ددي ددي هلبه كترتري واسكتوري فقال ديت النبي وحيلي ما له محا أصبنا ذي بلال وأدونيها تربتها عرر دعضه يداه لبدي سقع ورمحونا قربا صاصو كلوي مركع الصومالي هن تربت يداه معها إنو لهبار معها والنبي كموضو يعني هقول وايو وعنيزه قلكها كله عصي لأنه هدى اللهم بدكم مركب بهراد يعني دام وكلية هي من هدى عيا سيد النبي كموز سبع صل يروح كوضع وأري إسك عرب كله غلا عربيت لسك استعمال هبارنا موجين سيد النبي عن اللهم عن بيلة وروح سمع عن بيلة عن بيلة حوليه قفنا هبارنا موجين قفنا نيدي سمركب كمجر توقف كان إني إلهي حول تروح سامع وأسك هذا العرب ما لقى في صديق يا دعمتي سو أبوه من الأساسه إن شاء الله نسوش الرحلي قال مركو عيلي عزيز كقيبتنا إن جاحلا قال وعيلي مركب مغيرة أسك إلى لي هذا الكلام سد الصحراء وحيه ما دام سو حديث كورينا ينو إلى ذو قلت سو سكور لكن وحسمي التفات ملعسي كأنما يسبق وقفك ركاهضي قال مركا وحيري مغيرة وكان وحوها مغيرة ويسبق وحسكاه وكان وحوها دعفوا شاربه مغيرة شارب كيس وحوها قد وفى مد راضي هو بحي مركا النبي وحو العنيين شارب درب لها فقال ديت وحيري له فقال ديت وحيري النبي عليه الصلاة والسلام له للمغيرة وحكيري أقصه أقصه مكاجويا شاربك لك أذيع مكاجرا على سواك عذي كركي مكاجويا حكوا هذا النبي يعني أنت شاربك عذي فما يهوز قليو وحي كده هذا مكاجرا صلصلنا أو أمس النبي وحي لمغيرة شكيت قصه ورزكجو شاربك على سواك عذي جاجا كتر كركيس هو معي انت عادي الله سبحانه يشربوا ويكار ويدير هذا يعني إسكت جاب النبي صلى الله عليه وسلم مركب لقى وحيله هايين انت عادي كسران وعي مركب عادي كسر ريا أي تشري تشري لين علم هذا واسكوه هي شربها إحفاء اللي بسمه يو نك لقدر يكمشن يين لجابيو كيف في عن سيد الصح ذي الصواب علم هذا البدنيين شارك وحافع عن إنا نحيرين ونقل لغدي لكن الله بشين تبدود كيد أما ميدب كيد وصوم مغضئين لترافع أي حوابه ماشي نتمكو على صصفة محير علم هذا قرن وحيليه هو النحير كرام نقبى لغدي كرام ابن الله إن المركة وركو إنو سيدة يا هي وشراح ذا قار هذا الكي الشيء يا نص الصحة هي شراح ذا قار بوحي أولاني يا سيدة ان باجوريو كان شرحيسا واصل كتابكم كشرح يقول لي هي قال وحي لمغيرة وكان وحها شارب بلا شارب كيس قال رسول الله وعد النبي يقول لي هي ان شارب كو بخي مكاجر بلا بو كدغيسو وليس بالصحيح صد صحبه وها عدينيسا روايه احمد مغير وحيد وكان شاربي قد وفى أما وكان شاربي وفى شارب كيغن وحوها مد إرادي وحسد حوتين يا طريق كرو مغيرة وصوصة لي الإمام الطحاوي سنو حولي هي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاربي على سواك من شاربي يعني الشارب كيغن لي ولكن شرحه أولانا يا وكان شاربه مرجع ضميرك وبلال وبلال بن نبي مركو إيمان يلا صلاة دي بقالي شارب وأكو بحمر كاس النبي وحيري وإنه كعبنا لكن شاربها مسكت شرتي صدقوا صلي يا وأنا جحوب بدين سحنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحيري أتي وح الله كني النبي صلى الله عليه وسلم بلحم هيل بن نبي الله كني فروف عدة والله كري إليه النبي حق سأذي راعو لولم لولمك لولم والله إذا نزل وكانت وحي أهي تعجبه النبي جمد عجب جديس النبي قلت لهم كؤات وشانا
فنهش ديتنا وقنيني نبي وقوستي منها ذراعي حقي سوكا قوستي يعني مدام النبي قوتي على النفق حولها قدن كيسا قدن كيبا يستقل سيئو الله هو الرؤول وقات النبي مركزون النبي وكا قوستي اللي نولي نوح نكتلنا إيدام كي النبي محمد النبي وحكسو بيسنتي إذن إيدام كي النبي وحا كميدا هيلبك هيلبك إنو النبي وحكو إيدامينتي وعنتي أي حديثاً كتوسنيسا ما هي علماء مركا حديثاً وكينين بعض المتصوف لمن كان يسوي في قارك مدة كتجا هيلبك وحاول قارك في عن يجو زهدي كرادين واخذيني وهي النبي محمد قف كزهدي بنا دون كان لمسه هيلبك على الإطلاق وأنا كيلبك وعمل والمال من ماشي كفي عن النبي قال السين كذي ولقينا مدي ما عملت الله أني قد داي والدنيا لو أن كزاي مشت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحي المسعود كان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه النبي مدو عجب قليو الذراع رؤم كان النبي عجب قليو كري قال وحي ابن مسعود والسم والسمي النبي في الذراع أي بسبب الذراع رؤم كسبب تباب النبي اللو سمي وكان وحوها يرى أي يظن ابن مسعود بلو كري وكان وحوها يرى أي يظن ابن مسعود مدملية أن اليهود يهود سموه النبي إني سمية حوش إذا النبي عليه الصلاة والسلام قصدي لو سمي سوء سنك قبني وحي يهيد اللي قال النبي قال سمية غزوة خيبر لما يهود أمركوا حيدهن وكم ارتقاذن أين شرقوران بين النبي صلى الله عليه وسلم مركا قبل لورينت لزينب بنت الحارث أي لحظة لأنه من تذكرني سواح يقول لها وحرنا أين النص ميسنكا إلا النبي قد أدو أمي عبايل وحاوي وبلني عهد إيو مركي هو الأصل كان النبي قال لي أكد حيس إذن قبل لي واتك تيو دو مركي مسلمات كأقار كميديا ولستوى حيث النبي نافك حولها حركيب ووش عليها وكاسا واحد يقول ووش عليها يقولونك يعني مركي حيرده هيلبك الله صوريه تيبو قاتابه أما اللوده يسوي صحابته كو احتراما علي مركي رلونك رلونك يبقى قادي سنع سنقفك كسو واقسنك هادو هل مرقنية هادو اللي قحة معه هي عودرت النبي عليه الصلاة والسلام إذن نبي مركي عمتدي اللوكيني أي صحابتنا باللابين يسوي رلونك ينتو قادي او قوستي أي علماء ذوحي الأهدان جبريل باويم ذوحي وكوري عمتنا ويسميسان تهلي لينكين روايات كقارو حليهين ما نفكي أرقى عمتدي ماشي تاليبا بالنبي الله شواحة الرسول كي الله ولا يسميه إسكيكي إلالي يذيب الله عش نبي مركب عيلي تشوتي عمتنا وعمتنا سميسان فراه الله يقع إذا النبي أنت يريد إساق أفكو قليوا صوته في لكن صحابة قاربة وحكتري اللي ذاتكم اسكو عمتدى مركي لصواب الرسول اسكو قابح لو معنى قفة سيب انتو فريسان ايا انتو لالابن يوقتي قادر ننام صوب فريسة واسين لقا اسلانتي بن نبي الله يقول يا عمتدى كريس نبي قلعو كيلي ما حملك على ذلك حاكو وحن باري بمنا اسو ميسو ركاسة وحي تري ان كنت نبيا لم يضرك هذا النبي تعالى ساشي يسو سمو حكاتر بيسو وحي تري وإلا استرحنا منك هذا لكن النبي أهين أظن بقرتو يرادين أتهين دي ديب كاغان وكرر يسنو واطمان ونلاف مركب وعن لفضة سيتر رسولكم مركب صلى الله عليه وسلم واسكد هذا فروح قاد النبي موسى الدريم الروايات قالوا حليهين نبي واد لي سلانتي لكن علماء حشقوا فتيان نبي يسوي حقي سوى كعفي ووحي يريد ما أرنتم مسيدهم بيكوكي سيها تيوات صنتي وانا عني وحنا يقام التريني أظن وافصة عن تورسكتك ويرميس النبي ويسلمت لكن نبي مدكد صحابة يسوى عنتظر الله عنتي يقار كمدع لنتي وصنتي ولنتي مركضتك دتك على الله الشيبة وحي دمعين كقصاصة النبي مركو عيني الدلع كقصاصة ولا دين مرك مرك لو مدينين النبي جا أرجوس شو كارجوسني لو مدينين
waxaa loo dilay xataa haddayba islaamtay waayo waxaa loo dilay min baabi alqisaas ama alqisaas waayo dad muslimay gacanteeda ku dhintay camdan marka waa la dilaya saas annafsu binnafs marka qisadu noocaas ahayd ibnu mascuud marka wuxuu leeyahay jacaylka uu nebiga jeclaa dhudhunka waxaabad ka garanba waaba loo sumeeyey sabo waxaa loogu sumeeyey waxa inuu jecel yahay عن أبي عبيد مجيس وحالها عن أبي عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي طبخت وانكري للنبي النبي وحنكري صلى الله عليه وسلم قدرا دري وقد كان وحوها حقيقه نبي يعجبه مد عجب قال يؤى الذراع لدنك فناولته دي تنوان لعي لدنك فناولت دوان ديبي هو النبي كانوا ديبي الذراع مدنك النبي كانوا الله عليه قبصان ثم ديتنا قال النبي وحولي ناولني وابي عبيد ويديب الذراع مدنك مر الله وضع حولي مدنك لا يديب فناولته ديتنا دنوان الله عوانسي من الله ثم هدنا قال النبي وحولي ناولني يديب الذراع مدنك النبي كانوا سرعون يا ما يقول ولا لجهد نيكن مركا وخادم داريكي بكرفة ليها نبي الصحابة وحبي عنايا مركا النبي عرضر كبحينا يحوليا يقولون كلا كين ساسوا كين نتكلا مرصد هذا النبي حكولي هدنا يقولون كلا يدي كين فقلت دي تنوح عليك يا رسول الله رسولك يا الله وكم إمسا أيال للشاتي نيفك عرق رسولنا ذي أو من ذراع للماء واصده لابد للمان كسيي وحانا يترميد صدحات كين مركا نيفك عرقه يمسد دون بوليه مركه سؤال النبي وحو ويدي ما ها انو النبي وهذا كو انكريو اي وحاي دا وحو ويدي من باب التعجب يعني نفس ولا بده دون مال اساسه كرو فقال ديت النبي وحو صلى الله عليه وسلم والذي معبود بان كو دارت نفسي اني نفسي بيدي غانتي كو جرتي لو سكت هدد ام مسله ابي عبيد لناولتني ودي لا اله الا الذراع دون كما دعوت انت اميه هذا أضوه هذا لهيد أذن بركة كسار لهيم قوت كان بقولنا هجر مر والبديك سوى دوت تقدر تقوله من نبي كرسي ماسة يعني مر الله مر يقوله إيه بذا سكنت سوي بلهيد ما يجي سميت كلام دوت تقدر لكن ده أول شيء هذا في الشليء هو تطق بذا مقشيسي سي أول حال تري نافك مصر لهم بولية هاي أرجع بركة دي ماشوا كتكت يا لولو ها ما قرب كتف الله ونتيجة إن شاء الله عن أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت وحي تري دخل علي وحي عيسى وقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ديت النبي وحي أعندك أكتا دمي هي أم هاني هي الشيء وحل عنه فقال ديت وحي تري لا مي والنبي قنا أذيرت اللحم أو علي بن أبي طالب ولا شيء كهويك وآباؤه الله وإن ما ذير مركع عادي فقلت وحي ربيت الله مي إلا خبز عن شراء مموفا ما هنا يابس أو إنججن هي وخل خل وها يوم بيتري مموفا ما عن شراء وحلو عنا الله هني خل جوني دي سو صعبة ونكوقل من دام رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترام إنسان خل كمرك النبي مستعمل شراء نوع وها علمته أنت في ريش وراح ما يصير شيء جن أنا هذا خل كان سوبر ماركت يروج هذا تفاحة أنت بدل لقسميها تفاحة لقميرة لكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هاي أما خلق وحوى عينه كلا جسم يو ومرك خمر وكلا فريسته وح النذيفته هي إسكاب مركب حصون هذا يا الاستعمال يجري أما تمرته أي كسم يسنجري ساس وبضنت لكن تفاح لق النبي صلى الله عليه وسلم أما ما بتشرين بهدو تشرين واحد صفر له كينه وأرض الشام ينهل فوق له كينه وحاسنا ضد ربيديا ومن ولانجرا مرك خلقه كين تفاحة مودينا شرط ما هي الموضوع وخل بعضهم من لقى سمين شري لكن خلقه عموما وحاول استعماله فقال ذات نوح للنبي صلى الله عليه وسلم هاتي سقب كين ما أقفر مما ربه النبي صلى الله عليه وسلم بيت قري من أدم إيدان كمما له قري ياسو فيه دحدي سؤيا هي خل خلق النبي صلى الله عليه وسلم قري أخلي لب نبي سوق الآن ما بنقضي عن جيرد إن جيجن إيوه خلق إسي هذا سامعني حديث كان محمود دليل يا هاي نبي وحيال وحكو إيدامين شري وحا كميد أها خلقا
ساس لقوا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي حكوري صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيلي فضل عائشة عائشة فضي إذا أي ليرتها على النساء دمرك أنت وذكر حاسسك النبي وشيري وكفضل الثريد رشيك معنتد اللوية قال أن الثريد كفضل قوليريه على سائر الطعام عنتوينك أنت وذكر الثريد كمركة سيد هوسن قبنا يو وعن تيرو مرق لو قد لقي وعن تيرو ما يلقوا إيداميني ولقوا السوقي مرق وحكرا معه وحسب الشباب قطر معها وعن تيرو عن تيرو عادي نوعنا من موفضة ووحاوي مرق هيري بيروتا كوركا لقد قوي وديتنا لسكوحنا ساسفا مرق عنتوين كالنبي وحوليه عائشة فضلك ديرته قيمة ديرته دمرك انت وذكره مرك دمرك مع على نساء العالمين ودم بلوشي ذا وهو يدد يقبر النبي مريم بنت عمران ويسوقريا وعايشة كفضل بضي بيسوح النبي ولوشي ذا دمرك الزبنك يدق وطن ومرك واحد سوقريا حتى فاضمة بيس النبي ولوشي ذا حاسسك يسوى انت بعلم ذوين هذا الكل قيل لما وليني لكن سيدة صحة واحدة أمنا عائشة يعني دمرك أردن ويكفض للبنين حتى هو يذن هو يذن لنا حتى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها مركا لقفي ليه حق علمك هي النقل السنة النبي عليه الصلاة والسلام جانب كلام مركا لقفي ليه مصرد النبي قرب استاقي سنة خديجة قفض للبنين حق هذه لقفي ليه يعني ليعانك النبي هي تركي النبي جنا فاضوما قفل بعض لأن فاضوما النبي علي بضعة مني واقف أنا جي جامد أديبو وحافي عن اللي لا عايش دمر كورن كم فضل بناية ميري كقفي عنته لكن دمر قفل بدون واجد دمر قفل بدون واجد هل أذكو وحافي عن إنه قفل كأف جوبا فسدو إن ويرهدو عايشة وقفل بدن طاي خذ جي فاضمة هي مريم بنت عمر ولا قفي عن ولا قفي عن هي وحبيك قفض البنيد لكن قبلها كما فض البنا كما فض البنا. مرك المهم حديث وحوي ثريد كواحد لو يقال ثريد كوا محي ومرقة يعني شردي سوتن نبي مرك إني كميت هاي وحياه وحكو إذا من شري إنه مرق كميدي مرق إنه كميدي هاي حياله نبي استعمال شري بل هذا بقيسته يعني وحياله نبي علي شري مرك برت واحد وانيسا وحن يعني ضد كان زهدي الشيجان هي عن طري أولان كتجي درب سنبي حلين كيران حلان هي السيرة ده هذا لو جدي ذل ليه هي إن هو ده جود القاضي يمين خلطان وهي النبي بالفيري واحد عنهم بعنيش هذي مرهير يكون عناي وهو صوص على كسي درمبا والنبي مرق عناي وعن شيرات عناي وواحد تمرت عناي وعنب في عناي واحد أقط واحد فهم نساء نبي إنه بالشد ولمن ولا أصلا كد إسكسر المريض شيل حاجة تعامل كي نرش اقتصادها وهاي نعمل لعمة شيل أنا سمع مالك بن أوريق واحد له قال الراوي حدثنا أبو طوالة أنه يسوى سمع عين مغري أنا سبنا مالك يقول يسوله قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وكان هذا صمر عن أبي هريرة وعلى قوله رضي الله تعالى عنه أنه أبو هريرة رأى وحو أركي رأى وحو أركي أبو هريرة رسول الله رسولك الله يوركي صلى الله عليه وسلم وتوضع ويسيستي من ثور أقط عن الفريسيي أما لحركتي قبل كود سقو كويسيستي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وابن حي أقط كوحل إلى هذا عانها أي إنتي وحكو دران ويعانو كالقؤان وبيها لقم ميرو سوالف ويتقنا أيها واحد صهري مركا شراع مثلا واحد أما بع أيها الود هذا مركا سقراح ذا لوني عاني مركا ماشى الود الداي قراح ذا مركا لو إنجيجي مركا إنجيجي جالس على قاضي ميل بالا لقنا مركا سيمدوا شوين عقد بالو يتقنا مركا تكلوا حكلوا للسمين شري ضبنا ولا ساري شري أنت أقول وضب يمر شري عام مركا وحليه أبو هريرة النبي جوحان أركي كوي سيسليا عنها الحركتيه ضبك الوكر فريسيه مرّك قار قيب كمد أيسقو إنتو جاستو عمي ده أنا كيس كويس يسلم ثم إنت كدي برأه أبو هريرة وحو أركي النبي أكل أيسقو عمي
من كتف شاة نف أري أجرف كيسقو نبي وحكعه ثم هذا صلى النبي وات كذي أو لم يتوضا مويسيس حكى والله هذا كان أبو ريح لبده ويسبو حلقه ده ويسد عالية تقنن الشرعية والنبي مركي هراء أصل رسولك وحيالها الضف كلهم كريه وكوي سنتين شيء هديه الدبلة تفسير النبي وكوي سنتين أصل رسول الله أما عنتها النقض أما عانها النقض أما الرب هيري بها النقض واحد دونه أصل مركي هراء النبي سيدا سوا واجي دمب مركي سيدا جابر الشيء كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار نبي واحد دبك اللي قلت كريو لو اسكت دائما قوي سيستو هالشيء دبك الله اسوق هذا الطوع ما يري بيوع دونا النقطة يسكت بنشري أنا كده أنت هاي فلكي سدم بان نبي عند الساخي كيها يا روا منصور ولا قلت لي أبو ريد مركب عليا هاي نبي جا واحد دبك الله صار عاقد سو قوي سيستم بانك هذاني سو هير بالكريي جربك نف أري جربك أن قوي سيستني النوانك مركب علبة قارب حكومة باريا ده تان هورنا وامركي أي إن لجوز يستوى واجب كهيد تندم بوله كد من واحد أركين وامرك النبي كتجي وحي ضبل صارين لجوز يستوى قارنوا عليهم علماء ما يعي وح النبي الله بذا شرب وانتو كتجي شيء ضبل صارين لجوز يستوى لكن وح النبي كودي إن مركه هورنا لجوز يستوى إن سوى واجب بعدين يعني مركه هورنا بعدين مركه ندمو بعدين لين سوى واجب هاي مركو ورا النبي صلى الله عليه وسلم وكو سيسي سنة أهم سنة مدام إلى الآن إن قصوا خلافك هاد أسكب أبعاد وأيام دمو سنشرين لكن لو دم بوسو قال خلافك ما لقوا سيسن راشين كدبلة تفسي ولو عانا ندبكو كركسو شيء الدب مزارتي نوع دون الدب كان مغضم ما لقوا سيسن ما يها خلافك كذا هذا سمعت علماء القرن وحبا كحم بارن حديث كان ويسد بوحد ويسد اللغوي يعني اللغوي حرد هافر رقة النبي وحو كويس استأقد وكفر رضوا كلغ لغضي حتى نيسوق النف أريا قرب كعوني بانار كيو ويتو كذيو يعني إيسو شو ولم يتوضع بمعنى ويسد الشرعي اللي ما يمنين يدي هذا وحو سمي وكلغ لغضوا كقع مع رقة قال قاسي لا هذا ما بضب إنه مهمة محينوعة حديث كمحل شهيد وحوي إن وحيالها النبي وحكو إذا منشي وحا كميت أها أقد كوحا لو يقان أقد عناها قرور كنتين لفريسيين أما لن يرد أي قانان حتى علي إلى ذابا نمر إليها ما هذا؟ وركوان سبب ما كده لو قد الشيء يا يوغد طبعا يوغد كان هذا بيه وكتشير سوما لكن إيجا سوى سيدا عانا بورها لقدي عانا بورها سوى حبوضو إنك ما سيدا سلقدي ولكن عانا عادي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أو لما واولي من رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم على صفية صفية مركو قرسديب النبي وقولي مي بتمر تمر إيا وسويق بصو تمر سويق علماء قال حديث كسو آخر سيحديث قالون أما صالون لكن علماء قلبات قلب عنادي كفا سرتي سويق بصو مشايخ الحديث كاخذ قارن ريكون فريد بعد قارن ريكون البيت مركع علماء ريكون فريدكو بصد من الرقيقة ناس كون فريد بصد ما ريقة بصد توبي توبيان كاستعمال وحانا من السومالي ده أدو مطقان بصو أما بشو بشي لها انت تقال سوما خروج كمرا بيعت لي تبليغة وحال وقاتا بعض الوقاتا مركع بصد وحاوي وسيدة بركو أو كلا لكن واسك قصلي وحاوي وقلي مياه موج واحد قسم مياه وواحد تي للدبي وبسلاذي للشيدي وان كرين كعكم بعنا سيدا مركا شربة ما وقصن وسيدا عادي واسك قصلي أما والعتي من تال عتيمته يلا أن أذك بع مركا يلا بوجو سنتي مركا واش شيء لقين إير لكن كرسم مركا تقلبتك وحلاقي لقى أورين شري بسوا تتغار بشة لها علماء قالوا حديث ترين وقليل للدبي أو صلاو كي قالون كم بسير ترين لكن بصدوا هي صحة بصدوا قالون واحد الله هو اللي مهي ما هدي واحد العلماء مهي بابا يا مركب النبي هو صفي وحوله اللي مهي تمر يا بصو حالك كيف أنتي
إن نبي وحياله وحكو إذا من شري عن شري كمد أهيت تمرت إياه بصدو إليه كمد أهيت أما بشر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وحلي جابر أتانا وحى أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ في منزلنا قرية النجا النبي قرية النجا اللي بيجي فذبحنا ديتنا ونقور عن النهل لقوا النبي وحى نقور عنه شات النفرية فقال ديت النبي وحلي صلى الله عليه وسلم كأنهم وحد مودا جابر يركيسوا علموا إني أبادين أن أنه نحب إن تعلنا هي اللحم هيلك يعني نبي نفر لقور عمرك يمد أيو حيلي قلفي عن باتينه وحد مدينة تكور هيسان تشويس كنجا إذا هيلك تعلنا ساس وفي الحديث حديث كالحديث سواح قصة من القصة قصة المركة وحي هيد نبي جابر بن نبي قوته صلى الله عليه وسلم مركو أبيه أحد كل شهيدين مركاسا وحي رسولك الله وآباه الدين بالغولها وحان روان الدين تلا يلبحي رسولك مركا وحي كويري أوكي واصح لكن بالقريقا قوة من أرد يعني وحي نسلوه وان ديمه ليسوا قروا ليسوا نداري بهاي وحي مركا قريقا قيبا قصة ونقضيه واصبه من كي قبنا حاس كيبا وحان كويري بالإسلانتي إلي غيسو نبي قا ينوع إمانا يكودي نبي قا هن الله الدين وحنا سؤالنا عن الدقم وحيولها ينتمر مركي النبي قال كان دان رسول قال الله إلهي نوبر إنه دعي كان نوصم مركي النبي وحيول النبي قال إمانا يأيذ بسوء إحنا هو الدين هن الله بنبوه مركي النبي قال صلى الله عليه وسلم تتنوع إليه وحانوك ورعني داجنا وحر يرو بني تشوه داجنا وعلا سيدا عديث كمنا عايش عديث الإف كتمت وحر طير قري أنفوفين قري دحوري يسته تاسال إلى لأنوك ورعني أنا وحرت وجوه رعي يريس معها وطيلو إلى النبي سير كلي يوم الله وقف فصور رعيس مركيلي معاه وطيلو الصميني جابر مرك النبي يمد واركين هيري الصميين والله دياري النبي هذا كان كويدي مرك كأنهم علموا أننا نحب اللحم إسلامي مرك وجابر لا دردار مي ما يندردار كسيف لنا مرك النبي أنتو جابر وضع عنتين وضع هلين وكعيب أي الله شو حكت الرسول كالله إلهي إنه أدعي أني جابر نبركي مركاش النبي وحي لي اللهم صل عليه وأدعي النبي صلى الله عليه وسلم مركاش وكحنا أقول لنا سومانا كله النبي وحباها قدر سنين حاكو جي أفكو ركش مركا واحد تري وأظن واحد أظن النبي محمد وقري إلي صوغر إن أنا كدعى سنين وأبو حيتر جانس النبي إنه أدعي ودعى سي إن توسعت جيل البدر ووحلو بأي مركا دردارن كاو معنا مروه عن جابر قال وحولي خرج أبو بحر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال النبي أبو بحر أنا معه لتلقي سانهاي فدخل ذات النبي وقال على مرات هويني بأسوى قرار من الأنصار أنصار كمد مركو النبي هويني ذنو إيمانا يكري يد ماهي خادمين تهدي علمه هدي ضد كذي بچو إنك بعد حافظة مركو مراد لينا قيره صومتهم شرد بأي نقف محرم كوية ماهي مركو النبي حافظ قبر رأي أنصاريه التقي ولوغي يريوان فذبح ذات نوي قور عدي هوين هذه له النبي وحي وجورا شات النف أري وجورا عادي فأكل ديتنا وعن النبي منها نفك أرجع حق سوى كعمة وأتت النبي وحي وكان تي بقناع دبقة من رطب تمر ترطب كليلها دبقة أول كان دبقة سلمة يا خالد يا أول كان سيدا مصفته أغير وحلا صارته حيرمة دبقة ولا عادي يا مع بعض سيريات ما سيريات بريز قوين بالصبت على وعنا طبق وحوي و دي كون رجال بيت كيو وحي كسم أيام عو يحوي ويتون ها وكان ساسو مركو هالشيء هذا بسيط في كان كو كلا ولصو صاروا انتمرت عينك يا الله صاروا كاسا ضدك مرتد الله ليه يا سف وين عمل أوه يرد عاجة وأتت النبي وحي أكنتي بقناع دبق بيوكنتي أم من رطب رطبة فأكل ديتنا النبي وعني منه تمرت رطب كذا حق يدو حكتها تابت ثم انت كذب توضع النبي ويسيستي للظهر صلاة ظهر بويسيستي وصلوات كذي ثم انت كذب النبي إن صرف قدومي وان لافتي قري قبل ديبقو صلاة فأتت ديتنا وحي أكنتي نبي بعلالة همبو أو من علالة الشاتي نفكي أريغا وحي كسوهريها بديسي يعني مركي لقديه هيلبكي صهري بريسكي صهري مركو النبي عدنا صار نقضي أو ماشي أيها عدنا قيب كلا لسي
waxaa laga yaabaa iyagoo qadeynaya inay sanaadii ka soo gasho oo ay tiri marka ii soo noqdo wayna dhacdaa dadka inta badan ana igu soo noqdo martida iyadoo dhargin qofna ma jecelna ka tagto marka nebigu uu soo noqday qaybtii cuntada ka dhinnayd ayay haddana siisay biculaalati culimmadu intaan arkay waxay ku fasireen uun yacni fadlada hambada فأكل ديتنا نبي واحد ثم أنت كذب وهذا صلى نبي وحوت كذا العصر ولم يتوضا من ويسيسي نبي صلى الله عليه وسلم مهي ما دوام حي مركورا وحيد ثم توضع للظهر مركي دنبنا ولم يتوضا إذن إلا قوي سيستوحى يعني الرهاشين كدب لقوكري إنه يستنقص بهم بيقود سنسا لكن سنة هو أتكوي سيسان كتاريب مرة وحكى الحديث كنو كفا هذه سنة نبي نقوم يدينهم سنة nabigu waxyaalaha wax ku iidaamin jiray waxa kamid ahaa rudabka waxa kale oo kamid ahaa hilibka sida ni soo maray waxa kan nabiga dadana neef loo gowracay qasab neefka loo gowracay wax cunta loogu daray koosar buu ahayn an ummul mundhir wa nabiga habar yarihi mid kamid ah xaga aabihi mid kamid ah qaarad waxay tiri dakhala waxa soo galay cali aniga korkii rasuulullaahi rasuulkaalay sallallahu alayhi wasallam ومعه يد النبي الله جركيسا وهي علي علي بن ابي طالب ولنا انغنا وحا نوسغنا دوال والحال بالنبي عيسى قالد لنا انغا نوسغن يحي دوال وحياب اللادي ومعلقه الدوال دي وحياب الحري امر رعب تاسو معلقه من لغا سولالادي وما حي و وعنب كما تمرت انت لحرو iyadoo rucub ah oo sidaa u laalaado ayaa guriga meel kamid lagu xiray sabab si marka dadka martida ku yimaada intay taagnida ku sheekeynayaan ay iska goosgoostaan sasa lagu tar qaarad wuxuu tiri fajaal wuxuu guda galay marka rasuulullaahi rasuulkaalay sallallaahu alayhi wasallam yaakulu in cunayo timirti meesha ka laalaad cinabki meesha ka laalaad inuu cunayo wa aliyun alim ma'ahu nabiga la jirkiisa isaguna yaakulu cunayo faqaalad yatan wuxuu yiri rasuulullaahi rasuulkaalay sallallaahu alayhi wasallam li aliyin wuxuu ku yiri ma وركتشوك يا علي ما تشوك يا علي علي ما هدو حاوي اسكدها عنو يعني هودو وين فإنك سببت معيته فإنك أديكو ناقيه مد هدى بوكسري باطاي حنون بمركة كسوك عاي مركة النبي وحيو لي أديكو وحن ماشا كلا لها عني تشوك وهي هدى حنون كسوك عاي أديكو علماء شراح ذا وحبيه كوع العلانة يا وهو حين النبي صلى الله عليه وسلم وحا لا يغى بحد ذاتي شيء عنبك مشى كلا الذي امر رطبك ان النبي اوغا انو كسي حمصن محنونك كسو لبا كعي الى النبي دختر رواه صلى الله عليه وسلم مره النبي وحو كيري جوجا عنن اي ودين النبي قارد وحي تي مره غبدي فجلس وافر استي علي علي اي والنبي النبي صلى الله عليه والحال فجلس وافر استي علي علي واسكفر استي والحال ان نبي نبينا صلى الله عليه وسلم ياكل عنيو على هلك مسكفر استي واشف ليس وحن وخبا عني نبينا اسغي غبدي حبريرتي با ودا هادليا وخي ميشا كلا لادين وا غوغوسانيا مركا خوغو waxay dareentay xaraj laba qof isla socday oo midna wax cunaya midna xanuun wax u diiday markaasay arintan sameeyay markaa qaalad waxay tii fajaaltu waxan sameeyay lahum iyaga waxan u sameeyay silqan een isoo sheegay caleenta silqiga waxa ay maqaanan ma iyo washaciiran heed silqigu wa caleen uu xilliga isticmaal jirin iyagu yaqaanaan wax lagu darsan jiray sida kabsarta iyo waxyaalahaas oo kale oo cuntada lagu darsado iyo heed baan isugu sameeyay in markiiba sabab su'aal wax cuno ilaa calo iska fadhiyay faqaalu xuli annabiyyu sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuu ku yiri min hada kan xaqiisa faasib kaasib hadaba kan wax ka cuno كان أكون في عنه فإن هذا كان أيا أوفقه وافقت بدن لك أذيك علاش هذا كان أيا أوفي عنه تيرا رضعوني للدفشيد كاقيه وحبي يصدقون مرين له إذا وتكون عنه صلى الله لكن مت كان الدفشيد كاقو في عنه هذا عم بن نبي صلى الله عليه وسلم المهم إن النبي عليه الصلاة والسلام وحياله كي إذا من شرق وكمدها قيت كاللو يقان أما علي أنت السلقية وحي المقانين يا جماعة أنا أقول ما قرانا يو waxyaala uu kan ku jiraan uma leenayaan xalay mar in wada furayni sheekh umar iyo kuwa soo socdaan wax badan ka weydiiyey qaar badan hadda sheekhu wuxuu yiri garan mayo waayo soomaalidu waxa tarjuma xarfiya loo saari karaa oo loo translate loogu sameyn karaa wixii waxay maqaano
لكن شيء قاعدين نرقم بوله إنه نجرني ونقولين بيننا عرق ده ما عمله ما عمله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت وحيت كان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني من أي مدى فيقول ذات النبي حرنجري أعندك عائشة ميا لا أتى هذا غداء وحلق قضية قدمتها الله تزورنجري فقول ذات ما حرنجري لا ميا فيقول النبي حرنجري إني أنا وهذا بصائب وصومنا زعاد على قبل الله مرضيس الميش قد كتري هذا واحد كحيقة وعشة عشاء واسك سوبي وميش علمنا كقاتل صوم كسنة ده تبييت النية واجب ما إنه قفك حاله يصدق واجب كان نية قصة هذا قصر ما إيه إنت هذا الشقادي سك أدو مركا لح ساعة ما هذا أذان ككهر هذا أول در إنتين الصوم كرتوا حلي قصة صوم سك نية لكن بالشرط الصوم كأي سنة يعني من قضاءنا من نقوم كرو صوم ندرنا من نقوم كرو من كفارة من نقوم كرو إنه من نقوم كرو صوم سنة نية بس وعكس النبي بوليها حلي غذاء وبرق دار إني صائم هذا بقى أنتوا راجين زور رزدي وافرنا وفهم إنسان أيالي القدم ما أنت الله ما كريني مركز النبي عليه هذا بقى صومنا مركز قال ذو حتى رفاتاني وأي من النبي يوما ما لين كذا فقلت ذات واحد يا رسول الله رسولك يا الله إنه أمر يشاني فأتاني وأي من عفو النبي يوما ما لين مركز النبي وهذا إيه فقلت ذات واحد يا رسول الله رسولك يا الله إنه أمر يشاني وما لين كذا وما لين كهين ما لين لبادوا إنه أمر يشاني أهديت لنا أنك وحنا لسو هدية دانا ري محمد صلى الله عليه وسلم هدية هدية بالين أوكين قال ديت النبي حلو وما هي وما حيت هدية الذين كان قلت وحنا ربتي حيس حيس بان أوكين حيس بل إذنكم بقى عبحية وحكا سميسا تمير إيو صبك إيو بر يعانى الفريسية يقضى معنا العمس يا اسكو قص اسكو در دريش شيخ حلو ودي ما قرن ميمشي يا والله قرن يا ما حايسكو هذا كور سيكس كتاب كان اخرين تي وا دويت يعني قرر دل يرا وحان كو ود عيال حافظه وحا مركه لاسكو در معاله نوم بحينا ايس كريم يا شيخ واحد مع ايس كريم ومن نبي ايس كريم بارك الا ايس كريم تو حان اسلوا ووحل قبو جيس الله يا مركا اتيادين قانو نبي عائشة كنت الرسول كله آيس كريم بيالا وحسيها كانت ليسانيه آيس كريم بحلية حلية اللي وحل قسم ايه يموادي يقوحن قبو قابل هاتو جيد فكذا تدخلان ودفن ايه قال مركا وحل النبي عليه الصلاة والسلام اما اني انا اصبحت ساكو وعم وبرستي صايمنا نقو صومن قال ديتنا عائشة وحجر ثم انت كدبو اكل عمي markii hore wuxuu yiri waxba ma yaal somaha wa soomanaha hadana wuxuu yiri wax ma yaal ha waxba nala saadin xuya wa hays wa xuntayr fiican usbisha isku darna nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam saaka waxaan iska niyeesnaa inaan soomay keen wa iska cunay wa meshii culimadu ka qaateen sida nabi sallallahu alayhi wasallam al mutatawwi'u amiru nafsi haddii wa barisata adiga oo sooman oo xali soon sunnah ku seexday oo xogow xuntayr isuu kaada ama meel murad laga geeyo ama aroos laga marti qaado أما ضلي في هذا الميل نور عين أسكان في الكرت ويسندب يعني وحن أي سنين وأي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرسل مالك رضي الله مركب مهمة دوام حي وحياله النبي وحكو إيدي من شري وحا كمدة ما وعنو شري حيث كواح اللو يقال أنا أرسل أن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي وحا يعجبه مدء عجب قليو الثفل حك حك ثفل وعلي لهذا عنتظر مركب لردوه ee raashinka digsi lagu kariyo laga rido qaybta digsi ku dhagan ee dabku aad ugu badan yahay maalada Soomaali Soomaan lamba kas subli wakas muxuu nabi u jeclaa waayo aadna waa u bislaaday dheefshiid kan isaga u fiican cuntadan kore dabku wuxuu ku soo gaaraa nooc yaani wuxuu ku soo gaaraya in awooda dabka ah ee toos dabku ma taabanayo laakiin midkan digsi ku dhagan iya mid kan kor saaranba si fiican buu bislaad walba waana jilicsan nabiga markaa wuxuu leeyahay waxa ajab galin jiray uu jeclaa cuntada teeda hoose xaq xaq la xiriiray waa tii culimadu leeyeen waxay kala ku tusineysaa tawaduc ee nabiga sallallahu alayhi wasallam boqorada waxa asmaba maqli karaan ba hadda di meel sab intii naga leeyno ga yeero saxankeenu ku arno in xaq xaq oo saar maala dhin
قال علي مرك عبد الله يعني وحو وجهدا ما بقي وحهري او من الطعام انت دكسي وحا قاره انت وجهدا سفلي واكاس ما جاء باب ما جاء وحد باب كن بنت في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله ويسيسغيسي ويسدا صفته دي تلمامته وحو كيم عند الطعام راشنك يم انت اغتيده ويسيسن جير مرك بنتين ويسدان مرك ما فرحل با لوجه جيدا واتي لغويده سو ويسدي عاديه الشرعيه ده لبدأ بوصورة قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وابحي من الخلائف مسقشا مسؤولي النبي كسر بحي فقرب ذات نوال دوي إليه النبي وحلو دوي الطعام عنتو مركو النبي وكيد مسقشا وصافر استيبع عنتدي سلوك فقالوا ذات نوحي إلى ذي مركو عنتدي لما يستوى ألا نأتيك ميانا كوكينين بوضوء ويسميانا كوكينين ويسميان أنكو كيني قالت النبي صلى الله عليه وسلم أما مركو عمتد بالله من البضوة والبارك إنما أمرت وحا أولي أمري بالوضوء ويسقادة إذا قرت قمت أن استهجي إلى الصلاة صلاة مركو استهجي وإله وحي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مركو النبي صلى الله عليه وسلم ورانو ويسد وحالي أمري مركو صلاة استهجي يعني مركو رشحنا يمعه وفي رواية فقال النبي وحي أصلي أميان تكنيا فأتوضع أن ويسيستي مركي الرئيس ما هو كان وعي أميان تكنيا دي أن ويسيستي هذا قررت أساسه حديث كان وحكت الصين يا النبي عليه الصلاة والسلام إن أمركم عنتيني قعمر رقي لا نفي ولا إثبات من مجهول شيخ وحو كاني إن أنو عدي يقابك النبي وأفر رقين تري أم ويسيسين تري إنتو صنع عنتيني كهر حديث كان وحمي شمي يالو وهي النبي وحا ينو ماشي ينو تعلقهم إلي تي عنت الله كيني كد من الليلي ويسانا مكو كينا ويلو ويسادا محام كفالي عنتا العنا يا ميان مقرانا يساي ميان توكنا يا وح فرحال الله كيني ماشي كو معدا فرحال إساقو واتين ماشي كو معدا الشيخنا بابك حو كيني نو عدا يا النبي إنو سانتو سان عمتين ويسي سنجر ما فرحالين شري علمات مرك وحيد هذين وحا لقيا بأن النبي انتو سن انتدى عن الكهر انو ويس انو فرح الشيء ايا سورة قلع سورة قلع لك وحكو عاد معها قارنو بحيرين ما يوحى حديثك لقى قادا فرحالك انو سن قصب عين سنة هاي المركز تي ايقفكو هدو الدريم يقعمي زين النديفيين نسكع انتينك هاك النبي صلى الله عليه وسلم نسكع انتين سازلي ما جبابه ما جاو عند بابك نقو انتين في قول رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم اراهدي سيكويم قبل الطعام عنتدى انتو سن عن الكهر اورنجري يو بعد ما يفرغ مرك وكفارق كد منه عنتدى النبي اورنجري صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت وحيت قال وحي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم اذا غورتي اكل وعن احدكم مدكي عنتو عني اذا غورتي اكل وعن احدكم مدكي او فنسي اوه المامو ان يذكر الله الله انه حس تعالى سري على طعامه عنتدي سكركده او كحس هدو قفكين عنتا عني أما عنتا انتو عني أوها المامي يدو واحد ير مركا ودي مي هاي مقع إله بسم الله إذو المامي نبي عليه فليقول هاي لهذا بسم الله مقع الله كوب الله أوله أي في أوله عنتا بالله ويديه وآخره وفي آخره قبل قبدي سبع سيدا هاي لهذا لحدين آول حدي هدي بالله وقين بسنك إله اللي قوب الله انت ودن بسان بسنك الله قطر انت دعين وارها صحيح marka waxay ku tusinaysaa sunna inay tahay qofku markuu cuntada cuno haduu bisinkii hilmaamay ama uu sii dhamaysanayo inuu yiraahdo bismillaahi awwalahu wa aakhiruhu an umar ibn abi salamata wa rabiib rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam haaski nabiga ee loorin jiray ummu salama ayaa dhashay waxay u dhashay nabiga ee ninkii loorin jiray abi salama u dhashay oo nabiga xaas ku qabay ninkii ka dhintay waa ilaa uu muslimi nabiga markuu guursanayay abi salama nabiga ugu horeeyay marka wiilkan yar nabiga gurigiisa ku noolaa marka rabiib waa nabiga mid lama
أنه يسوق دخل وسوق على رسول الله رسولك الله سوق صلى الله عليه وسلم والحال عنده النبي أكتي سئيت طعام عنده النبي الرشين أجيال أيه ضلق سوي فقال ديت النبي حرسان ويلك مركو حسمي مركو سوق ربي وحوف رسول النبي قال لعنة يوك ذكره مركو سوق بالله إن وما ركتي ما يلوح كقات خاتو فقال حلي النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال حلي ما يتامى هنا تاني تو سوق ربي وسكف رسته حلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ديت النبي حرسان الله عليه وسلم أدن سوق يا بني يا ولي وأنا محرز كنت سنيس أبا يرسو دووا يريسو سمارزا سنة أدنسو دووا يا بنيا هاول كيجي يا رايو فسمي الله ديتن إلهي مقعاو تعالى سري هو كل عن بيمينك قعنت هذا مذي كعن هو كل عن مما كي يليك هذه حقا لحيا إذن عنتظى انت هذا بالله بين كهرن إن إلهي لما قعاو حديث كان دليله عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال وحيلي كان مع رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم إذا قرتي رفع الله كريره المائدة حيرة مركة النبي الله كريره من بين يديه هرتي سمركة لقى قادوا لقى كريره وعنتدي إنتي عنان حيرة أما الصحن كي ماشي على اللي قادوا يقول مدي له النبي وها الحمد لله الحمد مهات لله الله أسمناتي حمدا بنا لكم هذيني كثيرا وفربضا كاسو طيبا ونكسن وإله خالص والرياء يسمع كجرين كاسو مباركا فيه لبركي نحديسة حمد ياسو غير مودع من لك التقيا أنهين ولي ولا مستغنى عنه أنا لك كافتو مينين ربنا أنت أدو الله ربنا متكنا بربري باتين أبورتي ساسو نبي ورنج دعاء دير بنبي آخرين عن عائشة وحلقة رضي الله تعالى عنها قال ذو حجر كان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مدعونا طعام عمتدى كان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مدعونا طعام الراشي في ستة مع ستة لحلة تلك وذا منها صحابي صحابي ديسا كمد راشين ير والله بچر لقاذن كرو أي النبي إساقي يلح صحابي ديسا وذا عمي فجاء دلتنا وحايمين أعرابي نذر البادياء فأكل وعنيه عمتدى باللقمتين اللي وقع هذا شو كده جيبه عن تدينا نرجع البادية وردم بسواق عليهم رجيم كم بدينا عكا جري وحي النبي اللي إحدى إن عنا ين تتابني وابد شرب حافظ ذي فقالوا على رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى كان يهدو إله مجعابها وبسم الله يورن لها لكفاكم وأذكر في النار رجيم وعند على بدو حكت سنة رجيمكم مركو ربوايا لكن ضد كل مجع بسم وذق صديقها مركزي وضعونا يا إلهي لو بركيني نين مركز الشيطان لا صعبة والشيطان كل ما يهي وما بسم الله يدين بمشي صعقة وعي مركز صوقاتي سيدي عادي دي بوعنا يدي الله بقى هذا شون بي الله بديني سيخات ألقوا حلقة بها ميا انتظى مركز اللي عنا يهي قف كاست سيدي سو الشيطان كلا صعبة هاي بالباع هاي راضي نوقع واحد لا بيجبت وهي الراشين ني محمد عنا يهدو الشيطان كو قعنت الله صعقة من راشين هذا بسم قمت بدين كليك ما تدري سيدا درت لي حدينا نول بوان بسم الله حدي اعظم دين مد كان دين اي كتغي بو شيطان كو غعنت لا سوتا كون كل بيس قالو قدر رجل انا رسول الله رضي الله تعالى عنه قال رسول قال علي رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى ورال نقضى عن الابد ادونك حقي سوا كرال نقضى ان ياكل ان عنا سببته الله كرال نقضى الاكله هل مر ان وحن وفيحمده الله كما ذي أدونك عليها عنيتانك أو ما ذي أو أما سيشرب أعب الشربة هل مرؤوح أبو وفيحمده ما ذي أدونك هو اللي عليها عبيتانك أو ما ذي نبي حوري صلى الله عليه وسلم رالي أنشاه إلهي ما وحمي ألف اقترابة موذي سام النبي إلهي وحو أدونك كقرر للنقضاء إن انت راشين لوكين وراشين كعنو أما عبيتان انت لوكين بيه عبيتانك أعبؤه إلهي وقوم هذه مركبة ميست وأوضع الحمد لله أنت زي إلهي أدونك رالك أجنب الله إذن حديث الروح دليل ويهين عنتظى مركة لعنانا إن بسنك الله وقبته مركة الله لما يستنى إن إلهي اللي وقوم هذه حدي بسنك الله المامنا سيدان صامرنا إلا إله بسم الله أوله وآخره باب ما جاءوا عنده باب كانوا بنتين في قدح رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قدح سيقاويه سيقيم قدح وأول كان ير لو عبو عب بيه عانه لو عبو الشيخ مرأة ودي وعي يقولوا حالا ده هروب هروب وحلا ماتل وام جاوه هروب مسك مبا يا هروب ما يقولي
ما هذا الجواب هو في غير كلامه لسه هاي هروبنا على الله كا هروبوا جواب هروب هروب قام يتكلم بيا لو عبد زمان إيه هانت على سات هو بكرة كان هاي والله يا شمار تندرس هنا إلى وضار أجري الله كل ذي دينكم عشان قيبة يا أخي كذا مرك النبي قال هروب كي سواه وأول كاير هانت يحلا دول ساري وحلو عبد عن ثابت قال وحيد أخرج وصو سار إلينا أنا ونص سار أنا سلم مالك قدح قدح خشب حروب يعني لجسم يي قري على جسم وقري كاسو غليظا ككن وأذك كاسو مضببا لكركر بحديد بير لو كركر يعني سلك إيو مال بو كتشبي مركب بير بالس كل قفته وأسد مثلا سلك وكلام مسبار مية وإحنا عاس فقال ديت الوحي لي يا ثابت ثابت أنا سبارني هذا كان وقد رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم حروك وحكوا عبجر وكاس ده المدرس النبي إنه بقر منحها حالاب دلالة سيئة دروين ده وحكوا عبجر بهالك قري ولبا كرنا برت لو كركر وحكوا عبجر زوديس أنا نسمع الملك رضي الله تعالى عنه قال في الأنس لقد سقيت ورابيي رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم بهذا القدح حروك ورابيي الشراب عبيتان الشراب كله عبيتان كأوردن عبيتان أوردن النبي أوحان كورة بيه ولهاروب كان ذلك إنسان الماء بي النبي كسيه هاروب كان والنبي ذا النبي بان كسيه والعسل ملك بان كسيه واللبن عانا كسيه صدح لك الوالي يقنا لكن نبيتكو نبيتكو وامركا تمرت انتي بيه اللي قدره تمر بيه انتي اللي قدره ميلا بيه جوس بان نقنيه وإسلام عانانيه أشنك هذا biyaha ay ku darsanno sokorta ku qasanno sokor ma jirin marka biyaha sharab laga raw waxa la sameen jiray ee haamba la soo qaaday mandhiil waxa ka tiraadaba biyo qabow baa lagu shubi timir badan baa marka laga buuxin meel qabow baa la dhigi laba maalin bi ooli ama maalin iyo nus markaas biyo intii qaboobeen macaanaday oo xogo mid gudgudid ah ayaa laga soo saari markaas asu sharabaan loo aan jiray nabiidku waa ka markaa kaas marka xulee nabiid iyo waxa uu isoo sheegay marab iyo biyo iyo caano kana nabi ku siin jiray sanaasan karkaran baba ma jaa ibn baqan guntay fi fakiyati rasuulillahi rasuulka sallallahu alayhi wasallam fakiyati qudarti si furud kisi ku yimid an abdullah ibn jaafar qaalu uli kana wuxuu an nabi sallallahu alayhi wasallam yaakulu mid'una alqithaa qachar ku nabi ku uli jiray bir ruqabi ruqab ku ku uli jiray nabi sanaasan qithaawu markan google gareeyay meelo badan ka baaray iyo يعني وفصيدي هذا أنت بدن حتى قدرتك هذا وبارك إنه قتار كنا قان نوع قتار كنا قان مركا قثاب هو كلية هو قبوية هو قبو رضب كنا هو كلية حاجة ردك من مركا قوسطه يعني شركة مركو قالوا قبو تشينية من نوع كلينية مركا النبي كركو دش كتبين شيء سسوا ميتك كلور بوميتك قبو كعني شيء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال يأكل مدعنا البطيخة قروه النبي عن شري بالرطب تمر ترطب تلويقا أي النبي قال عن شري ويا قروه نوا ما دقبو رطب نوا كرولي هم مركا لبشة ومن دعان يقبو سوطا من كرج يا مركو شركة قالوا أي النبي صلى الله عليه وسلم أي سود اللي ترنا ذا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحي رأيت وحنا كرسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم أو يجمع كل منايا بين الخير خربزي ها خربز هو وحوي وقرها إن الله حوي بين الخربزي قرها إيا والرطب الرطب بصوت جمعنا يا خربز كمرك والنوع قرها كمده إن الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحي كان الناس ضدك وحي إذا قرت الرأو أي أركان أول الثمر miraha qaybta ugu horeysa markay u soo baxdo oo timirtii ama ciinabkii uu miro soo saaro marka ugu horeysa jaa uu way keenay jireen bihi miraha isaga rasuulullaahi rasuulka allee uu keenay jireen oo ilaa iman jiray oo maxay uu keenayaan wa isaaran lahu nabiga jacayl marka miraha ugu horeeyay urdaankeen ee soo go'ay gurigiisa keenay jacaylka nabiga jacayl naftooday ka dooraya nabiga uu doorayay salaam فإذا قرتي أخذه النبي أوقات مرها سيف فإذا قرتي أخذ أوقاته مرها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كقال أي قال النبي حولين شري دعاء اللهم الله يبارك بركة لنا أنك وحنا بركة
في ثمارنا إله مرحنا غورت نوبرك وبارك لنا الله وحنا نوبرك في مدينتنا مقالدنا أيضا مدينة الله نوبرك وبارك لنا الله نوبرك في صاعنا سوس كنا الله نوبرك وفي مدنا هي مدك يجا سوس صاع هي مدك والله بحال بيك وواجه رح لقو بيجي تري والله استعمالي تري ماشي نقدر كيستعمال لكم بوين كيو وحيالا الاستعماله واجه صورة الاستعمال تري مركا صاع وأفر مد أفر مد هل كمدنا وعودك ما لح بقول هي تقريبا ثمان جرام أما لح بقول هي صدم جرام علماء قال لح بقول هي لحدا جرام هذا قال حتى شم بقول ثمان جرام بيدهان هذا جرام هذي لو بدل هذا ولا أوجان كلام صاع يمد كمدور بنتي كيلهان لكن والله بشر من هذا استعمالي اللهم الله يوم نبي حرنتي اللهم الله يوم إن إبراهيم النبي إبراهيم عبدك أدونك أبوها وخليلك أمتك تعذبها ونبيك النبي أبوها وإني أنا عبدك أدونك أجيبانهاي ونبيك النبي أجيبانهاي وإنه إبراهيم دعاك وكبريي لمكة مكو كبريي وإني أنا أقول الله أدعوك وكبريي للمدينة مدينة الله كبريي بمثل ما شيء وحلا مدن الله كبريي كويدين دعاك إبراهيم كبريي به إسقى لمكة مكة كبريي إيه ومثله كاسو كلو معه لتركيسة يعني أبو حديث صلى الله عليه وسلم إله يو النبي إبراهيم وحي ومقالة ما كأود عيه وكاقبري وحلم ذا إيه وليب الزيادة أيان الله ومقالة مدينة كاقبري وكويتي والنبي إبراهيم أود عيه مكا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه معيري وارزقهم من الثمرات آيتك المحيه اجعل هذا البلد آمنا سمين يا مطمئنا وحلو النبي إبراهيم كو قال لك هو يدي وحلم إذا يوليب كاو زيادة ديسا ولا باعتبار من مدينة كو يدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا الله أقبلك إنك حتى ما كتقي مدينة الله بدد سودو ما بها بها ما تقي لكن ددك تقي يا أرضيد وحكو برا طلبات المجال شو بدو ضد ناس ضد إنك جن ويرق لفسد وواحد يضد معان ورقم في عن وواحد الصين يوم كسور دويني شو ميت ما ريم دين ريمك ضد كتجيني بكرانة يا مهم هذا حديث كان مركوا محي النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحياله فواكه دي سينة كمدة عين وحن له يقانو يعني مراها يفروتسك عينه هن نقطة تمير هن نقطة فلان هن نقطة إنه النبي استعمال جل صلى الله عليه وسلم مع واحد لينه وش يجي يا ما لا يعني معه واحد لينه وش يجي يا واحد شمالك النبي ولي بكون واقفته على بدو يقنان ملحق لكن كي النبي أنا معه أبوك يسين مالك ولا راعي واي وأنا رش يسي قيب كمذا سي مركة ترى النبي عن كذا ين هذا نخذك وقبل حين وذو قالت النبي هو إنه واحد وحنا عوني تري وحنا عبي تري ضمرنا بورسنت تري حفلة هنا كقيب قالي تري وضدي سو بورين تري جهادنا قالي تري اخترنا أها عالمنا أها شو سعادة من النبي صلى الله عليه وسلم أولي سندينا هيد مركة قف ما يلي سكحرة ومدى كتحبها وبورا للاذة فولا وعنتذا كتتها ودمر كتتها ومدى جمع جمعات كتحبها وحا مركة سندينا هيد بذفانتي اللهم مركة لقربه إذا عمت الفتن ونقل بني صلى الله عليه وسلم ينقفكم مركة وبادية اسكي هذه لكن إذا جمع يا جماعات لأوقع يا خير كي الدعوات يا دين دي سعطة نين مير اسكو صحيري باوليئة وبركة الله الرأس وأن جمع جمعة تكنين وانضدنا الدعوات بالشيء إنه كلي هي إن أريا كود الوريقي سنة يوم مركة النبي عد كخير بضان الوضع إذا دي كنا قران مسانا قران مهي باب ما جاي عد باب كنا قنتين هاي في صفتي يقرأ لنقضة كتاب كوحر أسبوع عن صوص عدنا دمئيو ستوان كتنبئ dadku ay iskaga ciimaadeystaan marka meesha ugu joogan geeniya mana fogaan dhawa aamsanna baa ma jeey xidba kun gurtay fi sifati sharabi rasuulillahi rasuulka sallallahu alayhi wasallam abitaanki suu kuim yani abitaanki nabi wuxuu abi jiray an aisha radiyallahu ta'ala anha qaalat wuxuu tiri kana wuxuu aha ya maanta isba ha ma sha Allah barakallahu fiik قال وحي لمركة يا أوراني أبو هريرة ثم مركو النبي دعية كدي
يدعو وحو يري جيري اصغر وليد المها اوغير ويراه ايش سي قد عايس فيعطيه دتن نبي وسين جيري ذلك الثمر من رئيس مري يري النبي لو كينه عردانك عردانك اما او سوور بحيت ee timirti ee ciinabki wixii lamidka nabigu markuu ducada akhriyay kadib ilmaha yar ee meelaha ugu dhow ayu nabigu tiyo dhig jiray qaado cun xikmadu ku jirtaan culimadu waxay yiraahdeen ilmaha yar kuna waa xadiithu ahdin bi rabbihi haga khalqiga abuurka mirahna waa cusub yihiin ilmahaana abuurka ilaahay labaduba ku cusub yihiin marka tafaawula nabigu labadoodu is siin jiray qaarna waxay leeyahay maye ilmaha yar madama waxyaalaha yar yarka ku farxo farxada ka soo go'eysa ilmahaas ayuu nabigu doonay barakadeed iyo ducadeed inay beerta ku dhacdo iyo tiisa labada madama soo dambi leeyo baa ma jaa fi sifada sharab rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam an aisha radiyallahu ta'ala anha qaalat wa hayti kana wuxuu aha ahabba sharab sharab midka lagu kal gacil badan yahay baa ila rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam xalkisa al hulwul baridu midka macaan ee qabow nabiga cabitaanka ugu jecel yahay waxa ahayd عبيتان كمعان قبو نوع دون يعدون على قسمه وحلال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال وحيد دخلت وان قال مع رسول الله رسول كان لتركيس صلى الله عليه وسلم من صوغلي انا اني وخالد بن الوليد يي صوغلين على ميمونة بنت الحارث وهي وهبريرتي سقر ويدي بلا دارت فجاءت ناديتنا وحيد نوكين تو نورت من بإناء ولو من لبن عناء والعناء كجيران بين نوكين فشرب يتروع برسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انغن على يمينه مدغتي سان كسغناي وخالد بن عن شمال النبي بعيسى كسغيه النبي صلى الله عليه وسلم مركي لو كان و كعبي كرو كعبي والحال انا على يميني وخالد على شمالي خالد بن بدعو فديا النبي دكتان فديا فقال يتروع للنبي لي انا و خي ويلي الشربه كلكو لك اديغا اسكله حد اديغا له ابن عباس فايشيت ده حس حدا دونتو أثرت ودوري سبها يده خالد بدو دوري وعيلي أذيك أسكال أورتا كالكو مدي قفر لكن الدار ربطو خالد وانسين كرا وهو دوري كرتان وحلو بيسيد أويلي ابن عباس ويلي يرو لأن يرو يناديركو ها خالد نين وحوها قويس كيسي يددكو كسو تشيدان وضي يعني اوه نين كان آدو قد أوين لنكا قليتنا صيف الله نين دقال لده يو نبي عيد مديسة adigu wuxuu aha janan amal abu ciida madama general midka tiradaba markay baxayaan nabigu isagu madax uga dhigi jiray qaaliban nina laga madax marin buu aad tagtigada dagaal buu qaad marka ixtiraaman lahu nabiga xogo islaamnimadiisa way cusbad khalid wiilkana deema usleel mahan yarka marka nabigu wuxuu rabaa inuu laba isu keeno sunnadiisa midigta ah iyo ninkan weyn in qalbigiisa la ilaaliyo labadii nabiga isu keenay sallallahu alayhi wasallam ilaadu hadda dad gurigaaga joogto oraaniye mid yar oo maadeer u tahay isla joogno waxa la moogtay adeerkaasi adeerka Soomaali soo fudiraa asoo ilmuhu baan buule adeerka u daa adeerkaasi u dhig saasba nabigu markuu wuxuu yiri ma siya faqultu aaribi ma kuntu mi li uthira min ma kuntu ma anan ahani li uthira mid door ala suuri ka hanbadaada ahadan qofna wallahi inaan hanbadaad cidna u dooraynin bu rasuulka allah waayo wala barakeysanaya meesha baraka taala tum qalidat annabi wuxuu sallallahu alayhi wa sallam rasuulullah rasuulka sallallahu alayhi wa sallam man qofki at'amahu allah allah uqudiyo ta'aman rashid falyaqul hayya lahu allahumma allah yubarik barakee lana anaga no barakee fihi rashin ka isagad nasiisay u barik wa inna allahu naqudi khayran wa kafi'an min isaga allah nagu qudi xilliga soo socdan ومن قف في سقاه الله الله هو ربي عز وجل لبنا عنه فليقول هيدا اللهم الله يبارك لنا انك نو بركه فيه عانه دحديس وزدنا نزياد منه يسق اله عانه نو بركه وكلنا نوكي ثم انت كذب وقال وحيد بن عباس قال وحيد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء شيء متيرو شيء سو يجزي وغدي كرو بوخين كرا مكان الطعام عنتد مشيدي يو والشراب عبيتانك مشيسي غير اللبن عانا ما أهان ابن صلى الله عليه وسلم شيء قفك بماشي عنتدي عبيتانك اللبضب ما أهمد عنتد واحد بضان بوس كده قيل كرانا واجران كريد عبيتانك وحيا لبضان دي بيال واي بوس قيل كرانا واجران لكن نبو حول اللبضي بو قفك وحقو كغم مارم كرامتر عانا كاهي قيل جيران الوبدين الرنداس قيل جيروه حضيشن إيه تبن بريقيلة ميل أو مناي لحجو غير معبن بيلان يا جاءت دين يغا غوين
اون كليه النبي بوك اساس صلى الله عليه وسلم ما باب ما جاء حديث باب كن قنتيه في صفه شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام عبيدي سي عبيده تلمانتي وحك الدول تير واحد شراب عبيتان به تنوع عبيد وعبجري قابك وعبجري تلمانتي عن عمرو بن شعيب عن ابي حكوري عن جدي قال وحج جدك اسوا صحابي رايت وحنا ركي رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم يشرب عبيه قائما سوق تاغني وقاعدا سوف فديا لبد النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس سقيت وحن وربي النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم بيها ماء زمزم كان كوربي فشرب تنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم والحال هو سو قائما من تاغن يحي عن النزال ابن الصبره مي عيسى عليه وحال دها ما قبنا يبا الهلالي الكوفي ها النزال بن الصبر ومجعيس مجعيس وابصام قالوا علي أتي وحى الله كان علي علي بكوز كوب الله كان من ماء بياه والحال هو علي في الرحبة مساجد كبرحيس وكسوغين سو مساجد كبرناك سيشو أيا كوب بياه الله كان فأخذ دتنوى قاضي علي منه به سقى حقه كفا صعب بيه كقاضي فغسل دتنوى رغي يديه لبيت سقى عمد ومضمض والغ لغضا واستنشق واسن دارسدي ومسح ومسحي وجهه وجه سيا وذراعيه لبدي صدر دون أيو مسحي يو رأسه ومدحسة أيو بيهكم مسحوي ثم أنت كذب شريب عبي منه بيه وحك عبي سيديو عبي والحال هو يسو قائم التاين سو تاين بيه عبي علي ثم أنت كذب قال علي وحيري هذا فلكني وضوء من قف ويسيسيوي لم يحدث أنا حدث قفك هدوس أنا حدث وسو يسو واجب كو أهين واسكفه الله لقانا يرى سيدنا كف لنبول وامحي إلا أفكال لغته سكسن دارسته وشي لغته iska dhaqato maaragtay madax iska masaxato labada gacmood iska dhaqato waka laakiin lugu hayna dabada qasma way waa is qabtaa wuxuu leeyahay hakada sida aan sabiid arkaysan waa wax inaan istaag ku cabay oo falka sameeyay ayaan raayto arkay rasuulullaahi rasuulkaali sallallaahu alayhi wasallam faali soo sameeyay oo waamay nabi istaagna wax ku cabay halka ka faan ana rasuulullaah gar radiyallahu ta'ala an wa fi tariiqin ukhra kana ana subuha yatanaffasu min nafsada fil ina'i walka yaani yatanaffasu min nafsadaha anas في الإناء ويلك بنانكس أي في خارج الإناء مركو بيها عبي ويلك مونا كل حد نفسين شري انتو عفق سارو مركي نفتو قبطوك قاضي يمك في الإناء في خارج الإناء ثلاثا صدح شربو أنا في النفسين شري بيو قاضي عفقو ساري وكو هيني مركي نفتو قبطوك قاضي الدنو كو علي حوغو عبو قاضي الدنو كو علي صدح شربو درك شريو وزعم وحو جيري زعم ذا تيتي بعض الكيد دو يسمع علي شرماه الشيخ الشديمة زعم بمعنى قاروه وزعم وحو جيري أنسو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس من نفسه في الإناء والك خارج كيسية بنان كيسة ثلاثة صدح شرب نفسا شري إذا قرت الشريب النبي عبي النبي قمر كو عبي أنا سوحو يري وعو سمين شري والك وأن نفسا شري صدح شر معالا دي دي هاي سيدة جيل أوكرا مثلا إنا قرشو على نفسا نبا أما إنا والك قد أحد نفسته ومركي نفسه قبطه هذا والك أفكري تلا تكون نفسته عن عانه عبتين تسأل الدين ويقول ذات النبي حرنتي مركو صدح جرنا في سوالك أفق قاضه أيو حرنتي هو فلكا إسجا أيا أمرؤ سعتين بدن عبتين هو أروى وبحد بدن قف إنه بيا سف عن أقدر قو تركي صعدن قلب سف عن أو صعدان أو معانسة سدم ويو النبي حرنتي صلى الله عليه وسلم واحد إن هذا بيا سكت دين أو ذن حاوي أفق قاضي ين هذا كنا بسنا لا هذا سد الدين labada culimadu waxay yidhaahdeen horta midana aan laga qaadin afka waa xayawaanka shabeehisa xayawaanka qarkood ee shabeehisa midan aad ku dhaxneefsanaysan waxay dhayn qofku kaarboonka uu sii deynayo inta badan caloosha ka yimaada marka neefta qofka soo baxaysa caloosha ka yimaanaysa waa bedelan tahay laazima sujiinta qaatay nadiifta kaarboonku la mid ma waa ka duwan yahay markii biyaha neefta ku dhacdo biyaas ma sii ooli karaan way qurmayaan جربوا أنتم ضربت بيها قريه يدين يا ليه شن شن لتر كأه أنت سوق هذا أفكو كعب وكل نفسه كدي من مالي ما أنا أفرا تنزح كدي بيها اسمك أفكو صارتو سوق رجع ولذا وارت أنت تكو ما قرين بيها أفكو الوعب زما لا ممكن مارك النبي حورين ترى سيدا أنا بيها أسعدين بدن درجنا بدن نضافنا بدن يا سيدا وعب وما هي إن هذا بيها كل إحنا نفسنا مارك العب السنة أفكو كقادو ويران صدح جر عمل عن كبشة جاودا واحد كبشة بنت ثابت الأنصارية وأخت حسان حسان بن ثابت نك النبي أمان صلى الله عليه وسلم يا النبي أمان ونك هاي قالت واحد تري دخل علي وحي سوق النبي صلى الله عليه وسلم فشرب ديت وعبي من في قربة سبرار
أفكي بكعبي من في بنجي نوري لكن من في صار يقول ضبطني على مظ من في قربة سبرار أفكي بكعبي سبرار بدي هذا محاوله ها يا رادي بيها لوشة محلنا يا واركون بيها لوشة بتاع الله ديك تقولي يا شيخة مركي بيها قام لسنا ها وكا حاج جعمر ها سو متى قانا سبرار كهان تكيري هاي هان تقولين تموتين meel ba marka laga soo laadin jiray guri oo kale ayuu meel sa meel kor u saaray nabiga marka xuseen sallallahu alayhi wasallam tu sida uu soo qaftay oo afkiisa soo jabiyay ayuu afka saaray marka soo ka cabay ma jirtaa hadda ah ya sibraar wuxuu ka sameeyay uu sheeg wiil deegaran maayo isaayno sheegay wa maqaar la mugdiyay wa saasuu idin buu ka sameeyay marka kaso وحيلي مركا وحيتري كبشة دخل علي وحيسو قال النبي صلى الله عليه وسلم فشرب يدة النبي وعب من في قربة سبران أفكي بكعبي تصوم معلقة للالادي قائم لسوق التغنب النبي عليه الصلاة والسلام فقمت دة وان استاجي إلى فيها أفكي ما شو النبي أفكى سارب أن يستاجو فقطعت وان قصتي ما هو قصد يا بركة وكوافة أنت بركة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخله وسأل على أم سليم لي أم سليم بأسأل وهو يدي والحال قربة سبرارنا معلقة من اللاديتها فشربت تنوع بالنبي من فم القربة سبرار أفكي سيب كعبي والحال هو النبي سو قائم لتاقيه وكعب مركل وليها موذين وكنا في نفس ذي ما سداس النبي عبد جري لكن سقو تاقم بعبيه مركز قابك عبد جري وقابك سوشي فقامت ديت الويستاجت أم سليم إلى رأس القربة سبرار كان مدي حيسي حقي سيوي استاجتيو فقطعتها وقوصتها عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص عن أبي وعكور سيو سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحو يشرب مدعبا قائم من السوق التاجن مرقى قاركوت أحاديث تنضم حين الشيئين الله بقى ضيو أما صدح عن له كون نبي السوق التاجن نعبي شريك سوف فرياني معاً بيجري وحيك لها حديث كنت تاكسد النبي إن أسوه تاغاً وعبي وأنا حديث في صحيحين كتبت أحاديث تقال ملك واحد في صحيح مسلم غير كيمت النبي صلى الله عليه وسلم لقى سوكرني والنبي قول لي هاي حعبنا إذنكو تاغاً إبيان فردكو عبان قفكي عبان النبي صلى الله عليه وسلم أما حال مامو استاكو عبانا حيث كسو منتجيو فمن نسي فليستقي نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما عبد شيء إذن علماء هو إسقاه يان واحد حديث هذا معينه عدين يان نبي نستاقوا عبد صوما كل ما حكوت على قائما 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 سوى تاجر روايات قارن وحيله النبي هو بالرئب بين استاقوا عبد مجرته وديدي نك يستاقوا عبد من علاس قصوا من تجيو واللي بهذا القصة واضح horta warka oranaya riwaayadan ziyadada oranaysa faman nasiya falyastaqi ulama qaar waa dhaifiyana waxa ila waxa ku jira nin la yiraahdo umar ibn hamza al-umari wa huwa dhaif warkiisa war la qaadan karo ma dhinays marka faman nasiya falyastaqi yadoo talka iska dhig war jira ma aha laakiin nabigu wuu reebay in lagu cabaystaag wuxuuna nabigu dadka amray inay fadhi ku cabaan iyo waxa isgarab dhigta nabigu istaag ku cabay illa iswaafajiyo ولما ذو حيدة هذين ارتقاف كل أسبوع فتشين خلاف أفر بضم بكتير انت أنا كتبت كتب الحديث ولما ذو قرابة سبي جمعين يعني هذا لك النبي سانا لقوضا كنا سانا لقوضا ما يساني يسانا لقوضا لكن عقوفة عن لي هذا نبي قو فلكا أسمي إنه استاكوا عبي انت صوتير واحد كتوسيني سان أصل استاكين لو عبي الشرعية إنه يبنى انت يسان حارانا إنه يبنى انت midan in fadhiga lagu cabaa may reebida u reebid istaag in lagu cabana ee nabi uu sallallahu alayhi wasallam istaag ku cabina qofkii ilmaama haska mantajina waxa lagu cunbaari bileen karaha tu tanzih in laga fiicayn istaag lagu cabo idan sida fiican waa in fadhiga lagu cabo taamuranka ma taagno sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam ee doodi ka jirin waa in fadhi biya lagu cabo laakiin istaag ma lagu cabi karaa daatiraad ma yahaba iman ma yahow waa laga fiican yahay ha wa banaantahay waajis oo hadii qofku fadhi istaag ku cabo halka ay horteena xaraan ma sameeyo
wax banaan oo nabi sameeyay buu sameeyay sallallahu alayhi wasallam hadii qof ila warha ku cabin istaag iyo fariisana wuxuu uga jeedaa waa laga fiican yahay fariiso iyo waa haaran warka ma la fahmin wallahi subhanahu wa ta'ala in kitabka sa sheegney lixda bari ee dhiman ayaan ku dhameynaa masalalka bari ee ka dhiman 10 ka dambe marka wiyar badbadan ala sabr insha Allah.